دائما سبحان الله ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. إذا بدأ الإنسان واستعان بالله ترى بيتيسر، وحفظ القرآن من أجمل وأمتع وألذ ما يعيش معه الإنسان هو القرآن. والله اللي يعيش مع القرآن أنه يستغني عن الناس وأنه ما عاد يبغى أحد. حتى أذكر ابن صالح كان في جامع الجوهرة، كان إذا دخل شائب كبير حافظ القرآن مصحفه متقطع من كثر ما يقلب صفحاته رحمة الله عليه، كان إذا دخلوا عليه عياله ينزعج. ليه؟ بيقطعون عليه خلوته، مستمتع بالقرآن. القرآن فيه لذة، فيه حلاوة، فيه سعادة. محمد بن عثمان الخراشي رحمة الله عليه قابلته وإحنا رايحين انقلبنا، أنا كنت بتكلم عن موضوع لكن قابلته في كنا راكبين مع قافلة الخير بنروح العمرة، يوم ركبت لين هذا الشايب اللي جالس انطحت بعض ضروسه وقاعد اني اقرا في المصحف جالس جنب كرسيي. جيت سلام عليكم عليكم السلام واستمر في القراءه. يوم غابت الشمس والعلم بات ما حد استجاب له. خذ مصحفه وطبقه وحطه في معه زي الخرج قماش الاولين ترى يعرفونه. المهم جالس يسولف معي، الكلام هذا عام 18. يقول أنا عامل في 409 يعني قبله بتسع سنوات، يقول سمعت في إذاعة القرآن واحد حضرته الوفاة وكانت عنده بنته تبكي، قال يا بنتي لا تبكي فقد ختمت القرآن في هذا المكان 4000 ختمة. ما شاء الله، هذه أنا سمعتها في إذاعة القرآن. يقول محمد بن عثمان الخراشي رحمة الله عليه يقول يوم سمعت الكلمة هذه يقول والله تبادر في ذهني أني أختم القرآن 1000 ختمة. يقول بدأت من ذاك اليوم وبدأت أقرأ يوميا 10 أجزاء. عند مزرعة في شيقة فيها 3000 خلاص من الطيب، يحجز مبكر، عنده مكتب عقار وعنده زوجتين، يعني الرجال مو فاضي ومع ذلك يقرأ 10 أجزاء يوميا. يوم قابلته عام 1418 ختم 950 في حدودها. يقول إذا أكملت 1000 ختمة يقول أبدأ أحفظ القرآن. يقول والله يقول لي هو يقول والله العظيم بعض الساعات إذا كان يعني مخي صافي ما عندي شيء مزعجني يقول والله إني أجد حلاوة للقرآن والله ما أقدر أوصفها للناس. عندنا شايب في مسجدنا، كان في مسجدنا كان يقرأ من 10 إلى 15 جزء. يقول سألته قلت أبو محمد وش في حلاوة للقرآن؟ أنا عارف في حلاوة. قال في حلاوة ما أقدر أوصفها للناس، ما أقدر أقولها للناس. لذلك العيش مع القرآن ترى فيه سعادة وفيه لذة وفيه أنس. واسألوا المعتكفين في المساجد، مو في العشر في رمضان، معتكفين طول السنة تراهم تقام دائم مع القرآن ويحب أنه يجلس الحالة ويحب يجلس مع القرآن. ليش؟ لأنه وجد لذة وحلاوة. الله يسعدك أبو عمر. أبو حسان يقول شاعر غامدي يقول طلعت من حفلة